السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سأحاول التحدث عن عناصر إجابة اختبار المجال البيداغوجي والممارسة المهنية للسلك الثانوي التأهيلي 2022. فهنا نص الانطلاق. نص انطلاق: استحضارا للصعوبات الإشكاليات المرتبطة بأدوار الفاعلين والفاعلات التربويين والتربويات ومواصفاتهم بمهامهم وتكوينهم، فإن المهنة تندرج ضمن المرتكزات الأساسية لتجديد مهن التربية والتكوين والتدبير والبحث العلمي، وتعتبر دعامة أساسية لتكوين الفاعلين والفاعلات التربويين والتربويات وتمكينهم من القدرات والكفايات اللازمة لمزاولة أدوارهم ومهامهم وتشكيل هويتهم المهنية. وتعد المهنة عملية مركبة ينتج عنها تشكل خبرة تربوية ومجتمعية تساهم ليس فقط في تكوين الأجيال الناشئة وإدماجهم الاجتماعي، بل أيضا في تكون مصدر تأطير وتوجيه واستشارة لدى السياسة التربوية العمومية بخصوص مختلف مشاريع التكوين والتأطير والتجديد التي يتم إعدادها للارتقاء بالعمل التربوي. اعتبارا لكل ذلك، يتعين أن تشمل مهنة الفاعلين والفاعلات التربويين والتربويات 3 أبعاد متكاملة. هي: البعد الأول يحيل على تنمية كفايات الفاعل التربوي المتعلقة بالمبادرة والابتكار والنقد وتطوير الممارسة في إطار الاستقلالية الوظيفية. والبعد الثاني يهم التنظيم الذي تضفيه التشريعات على الأنظمة المهنية المختلفة للتربية والتكوين والتدبير والبحث العلمي. البعد الثالث يتعلق بالتنظيم الذاتي للفاعلين والفاعلات التربويين والتربويات في الإطار جمعيات مدنية وهيئات مهنية ونقابية، رهانا المساهمة في مهنة العاملين بها عبر التأثير الذاتي والمصاحبة والتكوين الميداني وتثمين حقوق ومصالح الهيئات المهنية والدفاع عنها. وتسعى هذه الجمعيات والهيئات لأن تحظى بالاعتراف المجتمعي كمصدر خبرة وآلية للارتقاء المادي والمهني والاجتماعي. عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي للارتقاء بمهن التربية والتكوين والبحث والتدبير فبراير 2018. هنا يأتي عن السؤال الأول: حدد سياق النص وموضوعه. بالنسبة للسؤال الأول، فعناصر الإجابة التي أعطيت لي السيدة اللي قام بالتصحيح، يمكن للمترشح في جوابه عن هذا السؤال أن يشير إلى أن النص يندرج ضمن سياق مرتبط بتصور المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي للارتقاء بمهنة التربية والتكوين والتدبير والبحث في إطار سياسة الإصلاح التي تعرفها المنظمة التربوية، خاصة الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 والتقارير الموضوعاتية التي يصدرها المجلس، ويتناول موضوع المهنة بوصفها مرتكز لتأهيل وتجديد مهنة التربية والتكوين والتدبير والبحث. أما السؤال الثاني فيأتي كما يلي: أشرح ما يلي المهنة: السياسة التربوية العمومية، الهوية المهنية، والمصاحبة. أيضا دائما كعن عنصر الإجابة لهذا السؤال، يمكن للمترشح أن يجيب كما يلي: المهنة فهي مجموعة العمليات والمسارات التي ترمي إلى تحويل نشاط ما إلى مهنة اجتماعية منظمة لها إطارها التنظيمي والاجتماعي وقواعد الأخلاقية ومتطلباتها الخاصة بالأداء المهني. دائما هنا فعنصر الإجابة يعني يكون قريب للموضوع، ماشي بالضرورة تجاوب كجواب يعني 100% معاود بحال هكا، وإنما عنصر الإجابة يعني إذا كان الشخص أجاب قريب لهذا السؤال فتتعطى له النقطة ديالو. السياسة التربوية العمومية هي صناعة القرارات والخيارات الاستراتيجية الكبرى التي تعبر عن غاية المجتمع في قطاع التربية والتكوين، والتي تسهر على تنزيلها السلطة العمومية المكلفة بالقطاع. والهوية المهنية فالانتساب الوظيفي للفاعل والفاعلة التربوية إلى مهنة من المهن التربوية ومزاولتها فعليا بعد اكتساب الكفايات المهنية الضرورية. المصاحبة فهي آلية مهنية لمرافقة ومساعدة الفاعل التربوي أثناء مزاولته لمهنته قصد تطوير أدائه عبر الممارسة وتنمية كفاياته المهنية والارتقاء بعلاقاته المهنية في إطار العمل المشترك وتبادل الخبرات وتقاسم التجارب الناجحة. السؤال الثالث: أبرز دور المهنة في تمكين الفاعل التربوي من الكفايات والقدرات اللازمة لمزاولة أدوارهم ومهامهم.
السؤال الثالث يمكن المترشح في جوابه عن يعني السؤال أن يبرز دور المهنة في تمكين الفاعلين التربويين من الكفايات والقدرات اللازمة لمزاولة أدوارهم ومهامهم، وذلك من خلال إشارة إلى مدى الارتقاء بجودة الأداء المهني ومحظوظيته، اكتساب الكفايات المهنية اللازمة لممارسة المهام التي تتطلبها المهنة التربوية، التدريس والتكوين والتأطير والتدبير والتوجيه، تنمية كفايات مهنية صلبة تقنية لدى المدرس معرفية وبيداغوجية وديداكتيكية، تنمية كفايات ناعمة لدى الفاعل التربوي، شخصية اجتماعية إنسانية، تبيان أهمية التكوين والبحث لمعرفة التوجهات الجديدة في مجالات المعرفة والتدريس والتواصل، مساعدة الفاعلين التربويين الجدد على الاندماج السلس في بيئة العمل، المشاركة الفاعلة في الارتقاء بأدوار الحياة المدرسية، جعل المنتسبين إلى المؤسسة واعيين بأهمية المقاربة التشاركية في العمل، استبدال المنظور الذاتي للنجاح بمنظور جماعي مشترك، ترشيد الجهد واقتصاد الوقت والتركيز على الأولويات والتوجه نحو الإبداع والابتكار وروح المبادرة. السؤال الرابع بين أهمية التنظيم الذاتي للفاعلين التربويين ضمن جمعيات مدنية وهيئات مهنية ونقابية في تنمية هويتهم المهنية. يمكن المترشح في جوابه عن السؤال أن يبين أهمية التنظيم الذاتي للفاعلين التربويين في إطار جمعيات مدنية وهيئات مهنية ونقابية تساهم في تنمية هويتهم المهنية، وذلك بالإشارة إلى ماذا؟ مثلا تقوية الشعور أو الإحساس بالانتماء إلى المهنة لدى الفاعلين التربويين، تنمية الوعي وحس الانتماء إلى الهوية المهنية بكل أبعادها القانونية والأخلاقية والمعرفية، المساهمة في مهنة الفاعل التربوي، انفتاح الفاعل التربوي على سبل جديدة للتنمية المهنية وحماية الحقوق، القيام بمهام التأطير المهني والاجتماعي للفاعل التربوي للارتقاء بوعيه المهني، التعبئة والتحسيس بين أفراد الهيئة المهنية، المساهمة في تكوين الفاعل التربوي وتحسين قدراته على مستوى الكفاية وأخلاقية المهنة، رصد وتلبية الحاجيات الجديدة من التكوين، الانخراط في المبادرات والمشاريع الرامية إلى الارتقاء بالمهنة، تنمية الذكاء المهني الجماعي، والمساهمة في تنظيم لقاءات ثقافية وتواصلية وإشعاعية ذات صلة بمجال المهنة، وتقوية علاقات التكامل والتعاضد والعمل المشترك مع سائر الفاعلين التربويين والتنظيمات المهنية الأخرى. خامسا، استثمر ممارستك المهنية وخبرتك الميدانية في إنجاز مهني. أولا، أذكر أهم الصعوبات والعوائق التي تعترضك في تدبير التعلمات وتقويمها. وهنا يمكن المترشح ضروري خصو يكون يستحضر الممارسة الصفية ديالو، يعني خلال تجربته الشخصية يكون يحاول يجاوب على هذه الأسئلة. يمكن المترشح بناء على ممارسته المهنية وخبرته الميدانية أن يتطرق إلى ما يلي: ذكر أهم العوائق والصعوبات التي تعترض ممارسته التدريسية في مستوى تدبير التعلمات وتقييمها، ذلك من قبيل طول المقررات وكثافة المضامين، تبيان مكتسبات التلاميذ القبلية، تبيان ممارسات أو مسار التعلم والتحصيل الدراسي عندهم، الفوارق السوسيو ثقافية بين المتعلمين والمتعلمات، عدم التحكم الكامل في زمن التعلمات، نقص الموارد البيداغوجية بالمؤسسة التعليمية، وعدم التزام أحيانا بين التكوين التلازم بين أحيانا بين التكوين الأساسي ومتطلبات تصريف المنهج الدراسي أو المنهج. السؤال الأخير، فاقترح صيغا مبتكرة تمكن من تجاوز تلك الصعوبات بما يضمن تطوير ممارستك التدريسية. وهنا أيضا ضروري الرجوع إلى المسائل الشخصية أو التجارب الشخصية في الممارسات الصفية. يراعي في تقويم هذا العنصر مدى قدرة المترشح على ابتكار صيغ مناسبة تمكنه من تجاوز الصعوبات التي ذكرها، وذلك على صعيد تطوير بناء التعلمات واعتماد طرق نشطة وناجحة وكفيلة بتحسين تدبيره للتعلمات وتقويمها، وكذا من المستوى الأدوات الديداكتيكية في الانفتاح على الوسائل السمعية البصرية والتقنية المعلوماتية التي من شأنها تمكنه من توفير الموارد اللازمة لإنجاز التعلمات وترشيد استغلال زمنها وابتكار أساليب فعالة في دعم المتعلمات والمتعلمين، تراعي صعوباتهم وحاجاتهم وتقلص الفوارق بينهم. وفي الأخير شكرا لكم.